كل وقت وحين. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم لا تصرف الا وقد غفرت لنا، اللهم لا تصرف الا وقد غفرت لنا، اللهم لا تصرفنا الا وقد غفرت لنا. اللهم احشرنا بمدحنا هذا واجتماعنا هذا في حب النبي صلى الله عليه واله وسلم تحت لوائه يوم القيامه. اللهم اسقنا من حلقه الشريف بيده الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احينا على سلوكك وأمتنا على سلوكك. اللهم لا تحرمنا أجرك ولا تفتنا معك. اللهم نشهد أنه قد طلب المسلم وأدى الأمر. اللهم جازه عنا خير الجزاء. اللهم جازه عنا خير الجزاء. ونصيحتي لكم كونوا دائما دوما في ظل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعلنا نلتقي مرة ثانية إن شاء الله. وتحكون إيه أفضل الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللي هتحصل لكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو محور الحياة وهو محور الحب. الله عز وجل فطر جميع الكائنات على محبته، فطر الجبل والحجر والشجر، وبكى عليه المنبر، وشكى إليه الضب، وشكى إليه الحمام، وشكى إليه الناقة، شكت إليه، وكانت أولى أن تشكو لله إذا كان هذا هو التوحيد. إنما التوحيد لا إله إلا الله فقط لا تكفي فيه. التوحيد لا إله إلا الله سيدنا مولانا محمد رسول الله. فلو أتيت إلى الله عز وجل يوم القيامة وسألك عن التوحيد وقلت له أشهد أنه لا إله إلا أنت، لا تكفي، لا تكفي، لا تكفي. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. شق الشهادة، شق الشهادة له واجب علينا، واجب علينا أن نمدحه وأن نعيش في ظله. جعل الله عز وجل الصلاة عليه فرض، فرض حتى تحاسب عليها يوم القيامة، ولم يجعل زيارته في الحج في رحلة الحج كركن من أركان الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغلى عند ربه من أن يفرضه عليه، فلا يأتيه إلا المحبين ولا يمدحه إلا المحبين. فكونوا دائما في حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ألا يا محب المصطفى هم صبابته، وكن دائما دوما بظل نعاله، وكرر رعاك الله ذكره مخلصا، وعطر لسان المدح منك بطيبه، ولا تعبأن بالمفسدين فإنما أضلهم الشيطان، فاستمسكوا به فلا يدعوا حب الإله، فإنما علامة حب الله حب حبيبه. فقل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأراكم على خير إن شاء الله مع فرقتكم نور النبي صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير.